بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. لا قريد وانظر. سادسا، الغرض من دراسة أصول الفقه ومدى الحاجة إليه. ما بس لا دراسة تجينوي أصول فقه وأن ذا زي في بيستي كانك احتياج من دراسة أصول فقه هي بحثي أوكا ما بس لو كأبي أصول فقه بخوانين ليكولي نوي ليبكين تشيه وتشرع ديك بچا اندازه في محتاجة. يتضح مما قلنا سابقا أن الغرض من وضع أصول الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها على وجه يسلم به المجتهد من الأخطاء والعثار. بوما اندرك ويل لويك لو بيشتر وتمانا كما بس لداناني أصول فقه بريتية لقيشتن بأحكام شرعي عملي أوش بچي بداناني قواعدو منهج الرباز قلي كإنسان أجينيتا أو زانين أحكام شرعي عمليانا بشيويك كإنسان مجتهدك بي سلامت أبي بي أباريزري لإشتباو لهالكوتن عثار معناها هالكوتن إنسان قاتي بكيوه لبدي بكيوه بعزاز إشتباك. فالفقه والأصول يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى الأحكام الشرعية. فقه أصول هردو كان يكيان قرتوه لوا كما بس هردو كان قيشتنا بأحكام شرعي بلا، إلا أن الأصول تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط. فرقان أوتاني أصول ريقاي قيشتنا كمان بباسكا روشنا كاتو ريقاي استنباطك شون استنباط أحكام كين أوامان بباسكا بلا والفقه يستنبط الأحكام فعلا. فقه أحكامك استنباطك كردو أكاد أوش على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول بفي أو منهج لجير تشكي أو روناكاي أو منهج ريبازانيك علم الأصول دياري كدو وبتطبيق القواعد التي قررها وبتطبيق كردني أو قواعدانيك أصول برياري داوة استنباط أحكامك أكريت فقه أو كاراكات لجير تشكي أو قاعدة أو منهجانا حالب. ولا يقال لم تعد هناك حاجة إلى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهاد. الله يبقى نوتر يتر يتر لم تعد يتر احتياج نما وتوب علما لدواي وكالين درقاي اجتهاد بسراو هذا ايش كذنات وان اجتهاد بكاء يتر كي لازم كائم علم وصول بخوانينو بيزاني باوانا وتري جوابك لأننا نقول شنك ألين إن الاجتهاد باق إلى يوم القيامة اجتهاد ما وتوهت الرج قيامة ولكن بشروطه بلان بمرجو شرطي خوي. ومن أفتى بسد باب الاجتهاد قاله اجتهادا عندما رأى جرأة الجهاد على شرع الله وكسيك فتوى دا على درقاء اجتهاد بسراوة خوش اجتهادك عيسته اجتهادي كردوها على إسد باب الاجتهاد بسراوة لوقتك أبينيك إنسان نزان كان أزايتي عن نسبة شرع إخوة أنجام داو لأخوي أنا ببيع المزانين قساكا وتشريع الأحكام بالهوى يعني قانون وأحكام إخوة باسكا قانون دابنين بخيال إخوان بهوى وأرزو وإدعاء الاجتهاد من قبل أناس لا يعرفون منه إلا الإسم والدعاء وك إدعاء اجتهاد كرا ولا لاني كوم القليك خلكوا كتنها ناوكين بيشتكي ديكا نازانا حاليبون. ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة أيضا إلى معرفة هذا العلم حتى أقر كسيكي جنق يشتبه في الاجتهاد أوش احتياجي هي بوزانين أم علما والوقوف على قواعده واطلاع أقداري فيكذن لسر قواعدك بوتي حتى يعرف ما أخذ أقوال الأئمة تابزانه يا إما لشيء وشتان أو شت حكم درك دربرن بشيء وتويانا لبيشي بش قاعدة وتويانا لش شتي قوليان قطوة حاليبون مرا حتى يعرف ما أخذ أقوال الأمة وأساس أئمة وأساس مذاهبهم تا وقت أساسي من ماي مذهبي أئمة بزانة وقد يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال جاري واشي قد إنسان قطوة زيادة أقدار به أتواني أئمة هرك رأي جورا وجوريان داوة لنا وانا بيارك شبيكا ويكيكا مثلا ترجح باب سريكيكا وتخريج الأحكام على ضوء مناهج الأئمة يا أتواني حكمي تازة يعني اشتكيكا أئمة
باسي عن نكردو چونك اشتكي تازيو لو زمانا نبو استخونا بي اوشتانا ببي حكم بمينو بلان ببي او قاعدة كإما خويان احكاميان في استنباط كردو ببي او قواعدانا ام انسانان استج اتوانا اگر علمي اصول اوانا بزانا تخريج احكام كان لجير تسايي او منهجاناك التي اتبعوها في تقرير الاحكام واستنباطها كأوان شويني كوتون وثابت كذني احكام واستنباطي احكام يسأل الدنيا امروا علماء الروج هرمانيا جاريك تقريبا علماء الروج دانيشن او بحثاني كشتي تازن لو فيش وجودي النبوة مثلا وكو بيما وكو فروشتني اعزائي بدن وكو الى اخري او هزاران شتي تازيك لو زمانا وجودي نبوة استه خوان ادعاء اجتهاد يعني والله الان بس لجير تشكو الروشنائي او قواعدانيك اصول دايناو او ريبازانيك مجتهدة كان قلتوا انا بو استنباطي احكام لان استنباطي او احكامانا كانوا اعلامي كان بخوف. وكما ان المعنية بالاحكام الشرعية لا غنى له عن هذا العلم، فان المعنية بالقوانين الوضعية من محام او قاض او مدرس يحتاجه الاخر الى هذا العلم. وكوتون كسك اهتمامك معني اسم مفعوله يعني اهتمام في يعني كسك اهتمام في دراوله وبابته. اما وكوتون كسك اويك اهتمام اداه ممكن اسم فاعل يشبه اسم يعني يعني لمعنى اسم فاعل عينك معني خوي اسم مفعوله حتما. بلعم وكوتون كسك اهتمام اداب احكام الشرعي باحتياج نيلم علما او كسكش كمهم كرا وبلايو مهمه قوانين وضعيش اوش احتياجي هي ك او كثانه وكوتيه لانساني محامي وكيل او قاض يا دادقار داديار او مدرس يا مدرس يحتاج هو الاخر الى هذا العلم. اوش هو الاخر يعني اوش هر احتياجي بم علما هي لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصولي شنك أو قواعد أصوليك علم أصول دياري كدوة مثل القياس وأصوله والقواعد الأصولية لتفسير النصوص وطرق الدلالة الألفاظ والعبارات على معانيها ووجوه هذه الدلالة وقواعد ترجيح بين الأدلة كل ذلك وغيره تلزم الإحاطة به من قبل من يتصدى للقوانين الوضعية. وكو قياس أصول قياس يا قواعد أصولي بتفسيري نص كان رجعي دلالتي لفظ عبارة لسر معناه كان وشي أو دلالة شيء قواعد ترجيح لبين دليل كان هما أمانة وغير أمانة لازم أقداري تواب في للآن كسيكو كخوي أمادة أكاد بو قوانين وضعي ويريد الوصول إلى تفسيرها ومعرفة من طود عليه من أحكام وأيوات بقات تفسيري يعني عبارتك قانونك وضعي دان راوتو أتوي معناه أم عبارة حالي باحتياجها بعلم الوصول وبذاني او احكي حكمي كي قلت وصف خوي باحتياجي بما هي. ولهذا فقد اعتنت كليات الشريعه والحقوق في العراق والشام ومصر وغيرها قديما وحديثا بتدريس هذا العلم لطلابها لبرأما اهتمامي داوة دانشقا كاني كليه جامعات ودانشقا الشرعي وحقوقي لعراق وشام ومصر وغير اوانا لكون تازا تدريسهم علماء كان بو الطلاب وخوينا ركانيان طالبا كانيان. سابعا نشأة علم أصول الفقه لكي ودسي فيك دو شون دسي فيك أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه أصول الفقه لو وقتك فقه هيا أصول الفقه شيا فما دام هناك فقه لازم حتما وجود أصول وضوابط وقواعد له ما دام فقه وجودي هيا حتما أبي أصول قواعد كيشببه أو فقه. وهذه هي مقومات علوم الأصول وحقيقة وأما دروسكري مقومات سازينري علم أصول وحقيقة علم أصول. ولكن الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود بلان خذي فقه فيش علم أصول كوت ولا تدوين يعني يشتع أصول تدوين نبوة فقه تدوين بوة أقرتي لوجودها مقارنة يعني هر وقت فقه ساز كراوة بفي قواعد أصولي سازين راوة أجر شي قواعد أصولية كان يشتعنبون بكتبو تدويننا كراوة حالبون بمعنى أن الفقه دوين وهذبت مسائله وأرسيت قواعده ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه
بمعنى هو فقه تدوين كرا ومسائل كيف على فكرة وقاعد قاعدة كاني داق كرا وقائم كرا وباب كاني تنظيم وريكو فيها كرا ولفيش تدويني قواعد أصول فقه ولفيش وتشيذي بها وتمييزها عن غيرها والدواء ولفيش أواك أصول فقه زياو تشلوشي وكي لا بوري تشذيب أويك من بينمدي بمعنى هو تاني داريك ببه أتشيكي زياو وشكله وشتيك ربتي فيوني مشكلة هي بوي لا يبه وجايكيت ولا غيري خوي يعني لفيش أوا قواعد أصول تشذيب بكري وجابيت ولا غيري أوا فقه تدوين كراوة وهذا لا يعني أنه لم ينشأ إلا منذ تدوينه وأنه لم يكن موجودا قبل ذلك أما معناه أولنية كعلم أصول دروز نبوة لأول تدوين فقه ويا بلي لفيش أوا موجود نبوة أو أن الفقهاء ما كانوا يجرون في استنباطهم للأحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة يا بلي فقهاء بالاستنباط كان يا ناس نروشتون بقواعد وكي ديار كراو من هذه الثابتة قانون كبرنامج كان نبو بو استنباط أحكاميان اشتوا نية بلي بوت في وجاري نبون فالواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين راسي حقيقة أوية كقواعد أم علما والرباز أم علما لنفس مجتهد كان موجود بوا وكانوا يسيرون في ضوئها ولم يصرحوا بها ولجير تشكي أو قواعد الرشتون أجتي بصراحتش باسي أنك ذوا فعبد الله بن مسعود الصحابي الفقيه عندما كان يقول عبد الله بن مسعود كصحابي فقيه زنايا وقتك أفرمي إن الحامل المتوفى عن هذا زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها كأفرمي أفرتي كحامل بي مردكي مرد بي إدكي تواوى بي بوس ككي باركي دانا إدكي شي تواوى بي لبرخشي لبروا آياتي فخوا أفرمي وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أفرميت وأفرتان كبار دارن زماني عدكيان بوس تواوى بي كحملكيان دابن جاء استدلال بشيكا أملت لي طلاق آية ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية استدلالك عبد الله كريم مسعود أفرمي سورة الطلاق كام آية تيتي نزلت بعد سورة البقرة التي فيها قوله تعالى هاتوا دواي سورة بقرة هاتوا كام آية تيتي آية أفرمي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أفرمي كثانا لئي وكا أمرنو خزان قليك بجيلن خزانة كانين بجيلن أو آفرتانا شوار معنو دشو أمين نوى كأفرمي شوار معنو دشو أمين نوى ظاهرا حامل وغير حامل بركبة بلا عبد الله كريم مسعود أفرمي لآية كترا هاتوا كل دواي أو كأفرمي ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أو آية في شوى كوابي تخصيص بيبه أجر حاملا نبو شوار معنو دشو وأجر حامل أبو بداناني حملكي عدكي تواو أبي ده أما قاعدتك أصولية كأجر دو آيات بون يكان مثلا مطلق بو يكان مقيد بو يكان عام بو يكان خاص بو يكان ناسخ بو يكان منسوخ بو كان بفي قاعدة كان يعني كار في أكريت بحثي أوي كردو إنما كان يشير بهذا الاستدلال دابرام إلى قاعدة من قواعد الأصول عبد الله كريم مسعود بم استدلال خويا إشارة وقاعدة إلى قواعد أصولك كبريتي له وهي أن النص اللاحق ينسخ النص السابق وإن لم يصرح بذلك الله النص لاحق نسخي نص سابق كاتوا أجرتي بصراحتش نيوت به حالب برم جائسة أجر من نسخ به أجر أكري تخصيصيش به يعني والذين يتوفون منكم عام بو أوك مردي ببي من حاملة بي حاملة نبي وأولاة الأحمال تخصيصي كاتب وأبيانك حملي نبي أجر حملي نبو شوار من مدشة ودانشة وأجر حملي بو أجلونا يضعنا حملونا شون كأمل دوايا وهاتوا يتر أما أو يتريان يا تخصيصك يا نسكك هاوك أنفرمويتي حاليب برام كما أن العادة أن الشيء يوجد ثم يدون عادتي جواية شت هيا خوي هيا أم جارت ريكو فيها بكريو أكريب أكريب تدوين أكريب فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشئ له تدوين كشف وجود اشتكى أكا دريخا نك دروسي أكا زوتر بوا بلام درنا كوتوا إسا دريخا
كما في علم النحو والمنطق وهو علم النحو والمنطق. يعني أجر في أشياء وكعلم النحو دائما ذات ولا يخلق في قواعد النحو اشتيانا وتبه يعني هشتي كان وتوى أم قاعدة كإسرائيلين لتنواس تطبيق كراوة بلان خذي قاعدة كوجودي نبو حالب برام وهر وها منطقش. فما زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول في كلامها وتجري على هذه القواعد وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحو بردوام عرف فاعل مرفوع كردوه مفعول منصوب كردوه لكلامك لكلام خويا وأم قاعدة وغير أم قاعداني سازاندوه لقواعد نحو لفيش يعني جاري كردوه لفيش تدوين علم نحو. والعقلاء وهو منطقة كيه والعقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديهيات إنسان عاقل كان مناقشة ومجادلين كدولة قال يكتريها استدلالين ببديهيات كدولة كأوقع إليك علم منطقة قبل أن يدون علم المنطق لفيش أواك علم منطق تدوين بكده وتوضع قواعده ولفيش أواك قواعده كي دابن ذي كوابع. فأصول الفقه إذن صاحب الفقه ولازمه منذ نشأته كوابع أصول الفقه إيتر لقل فقه بوو ملازمي شبوه هل لو فقه دروز بو أو شي لقلاب بل كان موجودا قبل نشأة الفقه بل كو يشتع فقه دروز نبو أصول فقه بو بوشي شنك لأنه قوانين للاستنباط وموازين للآراء شنك أصول فقه قانون استنباط وموازين بيوري وكيشري آرايا ولكن لم تظهر الحاجة إلى تدوينه أولا بلام أول جار احتياج بتدوينه كي نبوه. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجة للكلام عند عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه شل زماني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم ما كما ينافي احتياجي وكلام احتياج نبوة بوقت كذلك قواعد أم علمة شجاية أو تدوين بكذا بوشي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مرجع الفتية وبيان الأحكام شنك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وبيان الأحكام مرجع فتوى وبيان الأحكام خدي في غمر إخوة أبوة. فما كان هناك من داع للاجتهاد والفقه إتر باعثك باجتهاد وفقه وجودي نبوة. وحيث لا اجتهاد فلا مناهج للاستنباط ما دام اجتهاد جنية منهج استنباط نية ولا حاجة إلى قواعد يحتاج وقواعد كي نية. ثامنا وبعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب والسنة لدواي فوتي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم رودا وقالوا حادثة قلق فإذا أبو دركوت كبروا بروبوني أو حادثانا احتياج بوبا واجتهاد بكري واستنباط أحكام كان يعني كتاب السند بكري إلا أن فقهاء الصحابة لم يشعروا بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومثالك الاستدلال والاستنباط بلام أو نهي فقهاء الصحابة هستيا نكردوا بوا احتياج عن هيا بوا فكان لقواعد الاجتهاد مثالك الرقاي استدلال والاستنباط بوشي لمعرفتهم باللغة العربية وأساليبها شنك خويان لغة عربي وشوازي لغة عربية شاك زانيوة ووجوه دلالة ألفاظها وعبارتها على معانيها وزانيوان وجه دلالة أم لفظ عبارة لسر معناك تشونة وجه كانيان تشونة ولإحاطتهم بأسرار التشريع وحكمته ولبرء وخوشان أسرار تشريع قانون قذاري خوان زانيوة لبرء شي خوان قانونان إذانا وأوى ومحافظي عقله ومحافظي نفسه ومحافظي جانة آخر وعلمهم بأسباب نزول القرآن وورود السنة ولبر أوفان أسباب نزول القرآن هاتني السنة أن زانوا وكان نهجهم في الاستنباط أنهم كانوا إذا وردت عليهم الواقعة التمسوا حكمها في كتاب الله ربازي عن الاستنباط أوفوا أجر واقعيك روي الدابي بشويني حكمك يا أجران لقرآن فإن لم يجدوا الحكم فيه رجعوا إلى السنة أقر حكم أنت أنا ديباية وقرانة وبو سنة فإن لم يجدوه في السنة اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة وما تومئوا إليها إليه نصوصها أو تشير أقر دسي أنك وتأل سنة شا هولي أنا ذا سعي خويا أنك لجيت تشكي أويك زانيب يعني لمقاصد مقاصد الشريعة هولي أنا ذا كدريب خن بزان حكمك وما تومي إليه نصوصها أو تشيرها يا أوشتاني كنص كان شريعة إشارة بوأك تومي تقريبا تشير معنانيك إشارة بوأك بإيمة وإشارة باتيك ولم يجدوا عسرا في الإجتهاد يتر زور زحمتي عن الإجتهاد نبيني ووان نزاني والزحمة ولا حاجة لتدوين قواعده وين
بونزان احتياج كذا بستيك أن يبو تدوين قواعد كي. وقد ساعدهم على ذلك ما كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي وأمشك ومكي كردون بو أوا أويك بلاين وبو ذوقي فقهيا بو كالزور رفاقة كدني في غمري فاو صلى الله عليه وسلم كسبيا كردوا بدسيا هنا وملازمتهم له لبل أوا في غمري أن بجينا يشتوا وما امتازوا به من حدة الذهن وصفاء النفس وجودة الإدراك وأويك صحابة في ممتاز وجواز ولا خلق لو الذهن ينذر تجبوه نفسيا دروني صاف فاقبوه وشاك دركيا باشبوه. وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم تدون قواعد هذا العلم بم تشنا شرخ ورشقار الصحابة وابو قواعد علميش تدوين كتابه. وكذلك فعل التابعون تابعين جهلوكو صحابيان كت فقد ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط يتر برباز الصحابة لاستنباطها روشتن ولم يحسوا حتى يحسوا ولم يحسوا بالحاجة إلى تدوين أصول استخراج الأحكام من أدلتها وهستي أن نكر باحتياجيب وتدوين أصول استخراج أحكام لأدلكيك أبية أصول لقرب عهدهم من عصر النبوة تنكى شرخ الرشقاري أن شرخ الرشقاري نبوة والنزيق ولتفقههم على الصحابة وأخذهم العلم منهم ولبرأ تيجيشتنوا فقيا لصحابة ورقتوا علما لوان ورقتوا. تاسعا إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية بلا لدواي توابوني شرخ الرشقاري تابعين ولاتان إسلامي برفراوان بو وجدت حوادث ووقائع كثيرة وتعذبوا نوا روداوي حادث وروداوي زور واختلط العجم بالعربي على نحو لم يعد بسببه اللسان العربي على سلامته الأولى وعجم لك العربة تقرط يقلبوا بجورك بهوي أو تقلبوا نوزواني عربي أو سلامة أولي خويا نما بو. وكثر الاجتهاد والمجتهدون اجتهاد ومجتهد زوربون وتعددت طرقهم في الاستنباط رجايا الاستنباط متعدد أو من بمجوري استنباط كم أو بوجورة والتعث عن النقاش والجدل مناقشة ومجادلة برفراوان بو. وكثرت الاشتباهات والاحتمالات واشتباهات الاحتمالي أو أمي كان باحتماله أو كان باشتباه زوربو. فكان من أجل ذلك كله أن أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط للاجتهاد إذن برأ ما نهميا أو أحس يحسنني هسي أن كل فقهاك احتياجا وداناني قواعد أصول وضوابط يكيبوا اجتهاد يرجع إليه المجتهدون عند الاختلاف وقت المجتهدين اختلافيا بو باب بلان إمام أم قاعدة كنا رفع اختلاف كمان أم قاعدة بيك وتكون موازينة للفقه وللرأي الصواب وأبي أصول قواعدك ببيت ميزان وفقه والرأي دروس كام الرأي دروس معلوم به. وقد استمد تلك القواعد من أساليب اللغة العربية ومبادئها أو قواعدك ومكي بوخ وازراوة لأسلوب شوازي لغة عربي بنماي لغة عربي ومما عرف من مقاصد الشريعة وأسرارها وديسان كومكي بوخ وازراوة لويك زانراوة لمكبستكان شريعة وأسرار شريعة ومراعاتها للمصالح كتواوي شريعة مراعاة مصالح خلقك وما كان عليه الصحابة من نهج في الاستدلال وصحابة السلام إخوان للتربية استدلال أن شون كردوا النهج الربازي ربازي أن شون رضاي إخوان لبي. ومن مجموع هذه القواعد والبحوث تكون علم أصول الفقه لمجموعي أم قواعد بحثانا علم أصول الفقه دروس بو. عاشرا وقد بدأ هذا العلم بصورته المدونة وليدا على شكل قواعد متناثرة في ثنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام دسي فكر أم علما بشيوي مدوني خوي منالك تازبوبو وليد بسر شكل قواعدك بجياو بجقاو متناثر للنيوان لناو كلام فقهاء وبيان أحكامي أنا. فقد كان الفقيه يذكر الحكم مثلا يستاقلتو تماشي أمي إمام شافعي كي هر زور لو بابتاني جاي فقيه حكمك ذكرك دليلك وش استدلال فيك ذنك ذكرك كما أن الخلاف بين الفقهاء كان يعرض بقواعد أصولية يا أقر فقهاء اختلافي كان بوايا فشجيري الرأي خوانا أنا كربة قواعد أصولي فيعتمد عليها يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره كهرك فقيه اعتمادي لترك قاعدة أداب وبهيذكر دني بوچوني خوي
وتعزيز مذهبه يا بو فشجيري كردني بيرو برواه الريبازة كي خوي وبيان ما أخذه في الاجتهاد بتشر ريقايك من اجتهادهم كردوه معلوم يا كرد. وقد قيل الحادي عشر وقد قيل إن أول من كتب في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ولكن لم يصل إلينا شيء من كتبه. وتلاوك أول كتابي لأصول الفقه كالنسيبيتي كسي أول كتابي أصول الفقه نسيبي أبو يوسف رفيقي أبو حنيفة بوا بلام لكتابك أوهش تبي أمنا قيشتوا. والشائع عند العلماء أن أول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة مشهولة لعلماء وثاني أو كثيك تدوين أم علمي كذو بشيوي سربخو نوسيوتي إمام محمد كري إدريس الشافعية كالفوت كردوي صالي دو صوشواري هجرية حالي بن مرام. فقد ألف فيه رسالته الأصولية المشهورة يتر إمام الشافعي الرسالة كنا يكتبك شيء أويا رسالة أصولية مشهورة كي تأليف كذوة وتكلم فيها عن القرآن وبيانه للأحكام تيايا باسي كذوة قرآني باس كذوة بياني قرآن بأحكام وبيان السنة للقرآن سنة بيان قري قرآن باسي كذوة والإجماع والقياس بحثي إجماع وقياس ناسخ ومنسوخ أمر نهي احتجاج دليل هنانا وبخبري واحد آية أكري يا ناكري باس كردو ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية واشتي لمبابتان الأبحاث الأصولية كان. وكان نهجه في هذه الرسالة يتسم بالدقة والعمق وريبازي إمام شافعي لم كتبي الرسالة خاوني وردكاري وقل قرائب يعني خاص أم نشاناني بيوبو وإقامة الدليل على ما يقول هم شهر شيكي فرموه دليل بوهناوته ومناقشة آراء المخالف بأسلوب علمي رائع رصين ومناقشة رأي مخالفان خوي كردوه بشيوازك علمي عجيب قائم محكم. وبعد الشافعي كتب أحمد بن حنبل كتابا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لدواء إمام الشافعي رضا ورحمة إخوائي اللي بيه أبو أحمد كري حنبل كتبك إلا طاعة الرسول أنسيوه وآخر في الناسخ والمنسوخ كتبك إلا ناسخ ومنسوخة سيكتب كتاب البحث علته. ثم تتابع العلماء في الكتابة أم جار علماء بلنسينياه يقلدوا يكهاتا وأخذوا ينظمون أبحاث هذا العلم ويوسعونه دسي أن تيكر شرعوا أخذوا تنظيم بحثهم علمانك برفراوانيانك ويزيدون عليه اشتعال لسر زيادتك.